نائب وزير الدفاع الأوكراني أكد بأن القوات الأوكرانية حاليا تمتلك زمام المبادرة، وحاليا الهجوم المضاد في صالح القوات الأوكرانية. على الأقل تتقدم، أو إذا ما كانت تتقدم 100 متر إلى كيلو متر، فهذا هو إنجاز بالنسبة للجانب الأوكراني، لأن القوات الأوكرانية تتقدم ببطء، ولكن على المدى البعيد أو الطويل ستتمكن من تحرير كافة الأراضي حسب ما صرح نائب الوزير. وأكد أيضا بأن القوات الأوكرانية تعمل حاليا على تفكيك الخطوط الدفاعية الروسية، وستتمكن قريبا من تفكيك هذه الخطوط، علما بأن هذه الخطوط هي مساحات كبيرة تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 15 كيلو مترا على طول الحدود الجنوبية والشرقية. ولكنه أكد بأن أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من الذخائر والأسلحة بعيدة المدى من أجل عمليات أو المزيد من الإنجاز بشكل عام في الجبهة الشرقية والجنوبية. أكد أيضا بأن هناك من يتحدث عن أن عن تسريع عملية الهجوم المضاد، ولكنه يجب في نفس الوقت مراعاة الوضع الأمني والميداني في أرض المعركة، وأن الهجوم لا يجري كما يعني يتحدث البعض عن بطء الهجوم، لا يجري بسرعة معينة، ولكن يجري مع مراعاة بأن هناك عمليات عسكرية يقوم بها الجانب الأوكراني في مختلف الجبهة. طبعا هذه التصريحات تأتي أيضا مع تصريحات للمتحدث باسم حرس الحدود الأوكراني أندري ديمتشينكو، والذي تحدث عن عمليات تدشين وحماية للمناطق الشمالية الواقعة أو المتاخمة لبيلاروسيا بعد رصد مجموعات لفاغنر في الجانب البيلاروسي، ولكن تحدث بأن الوضع بشكل عام مستقر وتحت سيطرة القوات الأوكرانية، ولكن يجب أن نتوقع جميع العمليات أو جميع المواقف بشكل عام في المستقبل القريب. وأكد بأن القوات الأوكرانية وحرس الحدود نعم. على هبة الاستعداد لصد أي هجمات، ولكن لم يتم تغيير في الوضع. بالنسبة لي طبعا الاستهداف الأخير على أوديسا، هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت عن مقتل شخص وإصابة 22 مواطنا. حتى اللحظة لا تزال حسن عمليات الإنقاذ جارية، ولا تزال تعمل جميع السلطات المحلية في مكان الانفجار. الانفجار سبب دمارا كبيرا في كنيسة ومباني سكنية ومحال تجارية يوم أمس. طبعا الاستهداف كان نوعيا من حيث الكمية ومن مواقع الإطلاق. استخدمت روسيا خلالها أكثر من 19 صاروخا، أسقطت الدفاعات الأوكرانية 9 فقط من هذه الصواريخ، طبعا صواريخ نوعية من طراز كاليبر واسكندر وصواريخ الفرد صوتية، وأيضا اسكندر ام واسكندر كي، وأيضا خا 22. هذه الصواريخ أطلقت من البحر الأسود ومن قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم، وأيضا من طائرات أو قاذفات استراتيجية من طراز تو 22. طبعا ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم عمليات الجنوب تحدثت سابقا عن أن هناك استهداف أو إرسال لطائرات استطلاع وطائرات مسيرة إيرانية الصنع من أجل كشف ثغرات الدفاعات الجوية الأوكرانية على المناطق الجنوبية وتحديدا مدينة أوديسا قبل يومين، وهذا هو ربما ما كانت تستعد له روسيا من أجل كشف ثغرات الدفاعات الجوية وتنفيذ الهجوم الكبير ليلة أمس. نعم، شكرا جزيلا لك معتصم عابد مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف.